يا مساء الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من الترند. حلقة اليوم مهمة جدا جدا، عندنا فيها كلام كتير على مختلف الأصعدة، سواء الصعيد العالمي الأول، عندنا يعني موضوع مهم جدا هو موضوع إيريكسون هنتكلم فيه بتفاصيل كتير جدا، وعندنا كمان أخبار مهمة وتوضيحات أهم بخصوص النادي الأهلي والأخبار اللي بتتقال عليه على مدار الساعات السابقة، ولازم كل حاجة نوضحها للجمهور في الحقيقة، وده دورنا. وعندنا كمان أمور بتتعلق بالجانب المحلي هنتكلم فيها إن أسعفنا وقت الحلقة، فبالتالي هي حلقة دسمة ومهمة جدا هنتكلم فيها في تفاصيل هامة للغاية. لكن الأهم طبعا تواصل حضراتكم معنا من خلال سؤال الحلقة كما هو المعتاد. فبالتالي سؤال حلقة النهاردة يتعلق بإيريكسون، وكيف تابعت مشهد إنقاذ حياة إيريكسون في أرض الملعب امبارح في المباراة اللي جمعت ما بين الدنمارك وفنلندا. تواصلوا معنا من خلال صفحات قناة الأهلي المختلفة على السوشيال ميديا، فيسبوك تويتر وإنستجرام، وفي الجزء الأخير من الحلقة كما هو المعتاد هناخد تفاعلات حضراتكم. حلقة اليوم كالعادة ليها عناوين مهمة نشوفها. في ترند الأهلي، الفريق راحة من التدريبات غدا ويطير لتونس الثلاثاء. كمان في ترند الأهلي، تريزيجيه يزور الأهلي. وأخيرا في ترند العالمي، استقرار حالة إيريكسون وغموض حول مستقبله. طيب النهارده في ماتشات مهمه جدا، سواء تتعلق بمنتخبنا الاولمبي وايضا ماتشات تتعلق باليورو، وهنعرض لحضراتكم كل الماتشات المهمه دي النهارده بالتحديد. اول مباراه تبقى تعتبر اهم بالنسبه لنا، وهي مباراه المنتخب الاولمبي مع المنتخب الجنوب افريقيا الاولمبي ايضا، في اطار استعدادات منتخبنا الوطني ل طبعا اولمبياد طوكيو اللي هتكون كمان شهر تقريبا من دلوقتي. فبالتالي هي مباراة مهمة، وتاني مباراة خلال أيام قليلة جدا تجمع ما بين المنتخبين. المباراة الأولى انتهت بفوز منتخب مصر بهدفي مصطفى محمد. المباراة دي هتكون الساعة 7 بالليل. كمان النهاردة من ضمن المباريات المهمة في اليورو، كان في مباراة الساعة 3 العصر ما بين مين؟ ما بين كرواتيا وإنجلترا. المباراة دي انتهت بفوز إنجلترا بنتيجة 1-0، هدف أحرزه رحيم ستيرلينج طبعا نجم فريق مانشستر سيتي والنجم الإنجليزي الشهير، علشان تكون انطلاقة جيدة في مباراة كانت هي أقوى مباراة حتى الآن في اليورو نظرا لحجم واسم المنتخبين، فبالتالي انطلاقة جيدة بالنسبة لإنجلترا. المباراة دي بالمناسبة كمان شهدت إصابة هاري كين بعد إضاعته لفرصة كانت ذهبية. كمان النهاردة الساعة 6 في مباراة هتكون ما بين النمسا ومقدونيا الشمالية، والساعة 9 بالليل مباراة هولندا وأوكرانيا أيضا مباراة مهمة جدا وهتكون قوية بالمناسبة، لأن فريق أوكرانيا من الفرق أو من المنتخبات المميزة، المدير الفني بتاعهم شيفشينكو طبعا النجم الأوكراني الشهير اللي لعب لأندية أوروبية كبيرة، وكان أبرز هذه الأندية طبعا نادي ميلان اللي تألق وتوهج معاه بشكل كبير، بخلاف طبعا أن هولندا ليها عشاقها وجماهيرها في كل مكان، فأكيد هتبقى مباراة مهمة. كمان من ضمن المباريات النهاردة هتنطلق كوبا أمريكا، أولى المباريات هتكون ما بين البرازيل وفنزويلا، وأيضا المباراة الثانية هتكون ما بين كولومبيا والإكوادور الساعة 2 صباحا. طيب دي أهم وأبرز المباريات حول العالم. بصراحة هي مباريات مهمة وكل حاجة وجميلة وزي الفل، ما عندناش أي مشكلة، لكن إحنا بتوحشنا جدا مباريات النادي الأهلي، فالأهلي أكيد بيستعد لمرحلة غاية في الأهمية وهي حاسمة بكل تأكيد على مختلف الأصعدة. بالتحديد هنبتدي بالصعيد الأفريقي، وهي مباراة الأهلي والترجي اللي هتكون يوم السبت المقبل الساعة 6 في رادس هناك في تونس، قبل مباراة العودة اللي هتكون السبت اللي بعده إن شاء الله الساعة 9 بتوقيت القاهرة، بإذن الأهلي يكون موفق في مجموعة المباراتين ويتأهل للمباراة النهائية عشان ينتظر الفائز من الوداد وكايزر تشيفز. الفرص طبعا الوداد أعلى، بس احنا بناخد خطوة خطوة والأهلي وحشنا، هنشوف إن شاء الله يوم السبت. بس مهم كمان قوي قوي إن احنا نطمن على أخباره، تفاصيل كتير جدا هتكون معانا بس بعد الفاصل، يلا بينا. اهلا بحضراتكم من جديد. طبعا امبارح يعني الحادثه الاشهر والاهم واللي تناولها الاعلام العالمي بالكامل والسوشيال ميديا العالميه كلها وكل الجماهير المهتمه بكره القدم واللي مهتمه باليورو تحديدا، وهو اصابه إيريكسون، الاصابه الخطيره جدا والسقوط المفاجئ داخل ارضيه الملعب، وحاجه او مشهد كان اكثر من صعب
لكل المتابعين ولكل المهتمين بكرة القدم، حتى كمان اللي مش مهتمين بكرة القدم كانوا بيتابعوا أول بأول حالة هذا اللاعب المميز. بالمناسبة طبعا كلنا عارفين إريكسون لاعب توتنهام السابق ولاعب الإنتر الحالي وأحد اللاعبين اللي عندهم مهارات وقدرات مميزة ومختلفة جدا. يعني العالم كله وقف على رجله، كان قلقان بشكل كبير على حالة اللاعب، وكان موقف صعب. لكن إيه الدروس المستفادة؟ وده الأهم، الدروس المستفادة وده الأهم بالنسبة لنا من ما حدث بالأمس وكيفية التعامل مع حالة إريكسون. أول حاجة لازم تفكر فيها، وأكيد هي لفتت انتباه كل الناس، الثقافة والتعليم. بان في إيه؟ بان في كيفية تعامل اللاعب كابتن فريق أو كابتن منتخب الدنمارك مع الحالة. يا ريت يا بيبو تكبر لنا الصورة دي. اهو اللاعب سيمون كاير كابتن فريق الدنمارك، وازاي يتعامل مع الموقف، وازاي كان عنده ثبات انفعال. لان ممكن البعض في الحالات اللي زي دي يعني يجري على اللاعب وخلاص، وكله يبقى مقرب وكله يبقى حوالين اللاعب وما يعرفش حتى ياخد نفسه لو كان هو قادر ياخد نفسه في التوقيت ده. لكن ايه اللي انقذ حياه إريكسون؟ طبعا كلها حاجات قدريه، وكل واحد ليه ميعاده، ودي كلها حاجات يعني احنا عارفينها. كل واحد ممكن يكون ده كان ميعاد إريكسون ان هو يموت فيه يعني. لكن في نفس الوقت انت بتاخد بالاسباب، وانت بتحاول تتعامل بكل ما اوتيت من علم، لان ده كان امر مهم جدا. فبالتالي لعيبه الدنمارك عندهم ثقافه ودرجه عاليه من التعليم، ده نجحهم في كيفيه التعامل مع الحاله دي. انت ده كدرس بالنسبه لينا كمصريين، او بالنسبه لينا كلاعيبه، مثلا في لعيبه صغيره عندها طموح ان هي تبقى لعيبه كره وكلام من ده، لا انت مش بس انت تبقى عندك المهارات الخاصه بكره القدم، لا انت مطلوب منك انك تكون متعلم بشكل جيد، وانك تكون مثقف بشكل جيد. لان التعليم والثقافه دول هيساعدوك الاول مثلا في تحقيق طموحك انك تحترف وتتالق على غرار طبعا نجمنا المصري الكبير محمد صلاح، وعلى غرار محمد النني واللاعبين المصريين المميزين في الملاعب الاوروبيه، عندك مصطفى محمد وكوكا وناس كتير جدا. لما هتكون متعلم ومثقف بدرجه كافيه هتنجحك في الاحتراف. طيب برضو درجه الثقافه والتعليم عند اللاعب سيمون كاير كابتن فريق الدنمارك او كابتن منتخب الدنمارك هي اللي ساعدت بشكل كبير جدا. شوف الراجل ده عمل ايه. اول حاجه جري على اللاعب وعنده بعض المعلومات البدائيه عن كيفيه التعامل في الحالات دي، قلبه على جنب، قلب اللاعب إريكسون على جنب علشان ما يبلعش لسانه، ادي رقم واحد. رقم اثنين عشان لو في اي يعني سوائل او حاجه بتخرج من فمه فما تكتمش نفسه، فبالتالي يقدر ان هو يتنفس ان كان قادر على التنفس. وخلى اللعيبه بتاعت الدنمارك عملت ستاره، ودي خصوصيه ودي حاجه مهمه جدا، ستاره حوالين اللاعب علشان الاطباء ينزلوا يتعاملوا معاه. طب مين الاطباء اللي نزلوا يتعاملوا؟ اول حاجه طبعا الجهاز الطبي بتاع منتخب الدنمارك. هل الجهاز الطبي بتاع فنلندا منتخب فنلندا قالوا احنا ملناش دعوه؟ لا، دي حاجه انسانيه. جريوا على ارض الملعب وساعدوا الجهاز الطبي، وكان في كونسولتو مشترك داخل ارضيه الملعب، غرفه عمليات داخل ارضيه الملعب لانقاذ حياه بني ادم. فبالتالي ده حاجه كانت ملفته جدا. طيب العالم ده او الستاره دي ستاره بتتعلق باحد او بعلم من اعلام منتخب فنلندا، الجمهور حدفها بحيث ان هم يغطوا المشهد، وعشان اللي بيتابع من قرايب اللاعب مثلا او كلام من ده يعني ما يتاثرش بالشكل الكبير جدا. فدي كلها دروس مستفاده لازم ان احنا نستفاد منها. احنا على فكره والكلام ده مش بقوله خلاص، احنا عندنا هنا الامكانيات الكبيره قوي في مصر، والدوله موفره كل حاجه. لكن هل المتخصصين، لو ده العلم اهو علم فنلندا اهو في الوش لو حضراتكم شايفينه على الشمال، اللي هو العلم اللي واخد الجانب على الشمال اللي فيه الازرق ده، تمام؟ فدي كانت حاجه مميزه جدا. فاحنا هنا في مصر عندنا الامكانيات طبعا موجوده، لكن
هل كان هيتم او كان كنا هننجح في التعامل مع الازمه دي بنفس الشكل اللي احنا شفناه؟ مش عارف، لكن في كل الاحوال احنا لازم نتعلم ولازم نستفاد. ما نعديش الموقف حاجه اتفرجنا عليها وخلصت على كده، لا، احنا ندرسه كويس جدا عشان لا قدر الله لو حصل في الملاعب المصريه اي حاجه من الامور دي نقدر نتعامل معاها بالشكل الجيد. فدي كلها دروس مستفاده مهمه جدا. طيب مخرج المباراه كمان، وده امر مهم قوي، اتعامل ازاي مع الموضوع؟ ما عادش اللقطه، هي اللقطه لان هي صعبه جدا، اللعب وهو بيقع بصراحه حاجه صعبه جدا. فالمخرج لا، ما عادش وزاد في اللقطه وده اللي حصل، ده لا، هو اكتفى بكده لغايه لما يتم الاطمئنان على اللاعب. ما جابش الصوره خالص على اللاعب كمان وهو واقع، ما كانش فيه تطرق ان انت او فضول او اقتحام الخصوصيه الخاصه باللاعب في اضعف مواقفه. فده برضو حنكه وذكاء كبير جدا من مخرج المباراه، وبرضو احنا مهم قوي ان احنا نتعلم من مثل هذه المواقف. فلازم احنا كمصريين وكل واحد في مجال تخصصه ان هو يستفاد ويشوف ويدرس ازاي تم التعامل من المنظومه كلها او من كل من هو مشارك في الحدث ده بخصوص انقاذ حياه بني ادم وهو إريكسون. طيب دي لقطات المنتخبين وهما راجعين الملعب بعد ايه؟ بعد تقريبا اكتر من ساعه كلام كتير عن المباراه، هتؤجل مش هتؤجل، الجماهير استقبلت الفرقتين، طبعا الفرقتين كانوا على اعصابهم، كل فريق كان على اعصابه لغايه لما كله اطمن على إريكسون وعرف ان هو على قيد الحياه. فبالتالي الاتحاد الاوروبي قال لهم يا جماعه انتوا الخيار في ايديكم، عايزين تلعبوا اوكي، مش عايزين تلعبوا براحتكم. وده دور مميز من الاتحاد الاوروبي، البعض بينتقد، لكن المفروض الاتحاد بنفسه هو اللي يلغي المباراه او ياجلها بمعنى اصح يعني. لكن هو برضو يعني شارك الناس في رايهم اللي هم طرفي المباراه، فنلندا والدنمارك، والاثنين وافقوا ان هم يلعبوا بعد ما خلاص اطمنوا بشكل تام على حالة اللاعب. هنا بقى الثقافة والتحضر، الناس كلها بتسقف، الكل سعيد، ده منتخب فنلندا بيسقف المنتخب الدنمارك اللي مر بحالة نفسية صعبة جدا على مدار الدقائق دي كلها. اللعيبة بص وهي نازلة وشها مخطوف، مخضوضين، خايفين على زميلهم، بيحاولوا ياخدوا نفسهم بقى بعد موقف صعب زي ده. فبالتالي دي كلها أمور مهمة. طيب عايزين نطمن بشكل أكبر بقى على إريكسون. دي النهاردة صورة ليه وهو من نافذه من نوافذ المستشفى اللي هو موجود فيها، وطلع للجمهور وللاعلام عشان يطمنهم على حالته، والحمد لله حالته كانت كويسه جدا وده كان واضح جدا. بالتالي انا عايز اقول لحضراتكم البيان بتاع الاتحاد الدنماركي على تويتر اللي نشروه واللي قالوا فيه ان النهارده الصبح اتكلمنا مع إريكسون وارسل تحياته لزمايله، حالته مستقره، بيطمنوا الناس ان حالته مستقره لكنه هيفضل قاعد شويه في المستشفى عشان يعمل المزيد والمزيد من الفحوصات. ده البيان قدام حضراتكم على الشاشه. كمان قالوا ايه؟ قالوا ان المنتخب الوطني والجهاز الفني يعني تلقوا المساعده في حاله الازمات، وسيظلون هناك بجوار بعضهم البعض بعد واقعه الامس. وكمان قالوا ان هم عايزين يشكروا الجميع على التحيات القلبيه لإريكسون من المشجعين واللاعبين والعائلات المالكه في انجلترا والدنمارك والجمعيات الدوليه والانديه وما الى ذلك. وكمان انهوا بيانهم بان احنا بنشجع الجميع على ارسال تحياتهم الى الاتحاد الدنماركي لكره القدم، وبنشكرهم شكرا جزيلا، و هنكون حريصين على تمريرها جميعا الى إريكسون وعائلته. اي حد كتب اي حاجه لإريكسون هتتبعت له هو وعائلته. بمناسبه عائلته، شفنا زوجته يعني كانت نازله الملعب امبارح، يعني مش عارفه ايه اللي بيحصل لجوزها، وكانت حاجه صعبه جدا. وبرضو ازاي قدر سيمون كاير كابتن منتخب الدنمارك يتعامل معاها وان هو يهديها ويهدي الموقف. لكن في كل الاحوال دروس مستفاده بشكل كبير جدا من الموقف ده. بالمناسبه قبل ما اطلع الفاصل، إريكسون هو ثالث لاعب من اكاديميه اياكس، هي صدفه بنسبه كبيره، هتكون صدفه يعني يحصل ليه نفس الموقف ده. ايه الحالات اللي حصلت قبل كده؟ عبد الحق نوري
اللاعب الشهير اللي طبعا كان يعني تعرض لحاله زي دي وللاسف مأثر عليه لحد دلوقتي، كان خريج اكاديميه اياكس دالي بليند، طبعا نجم هولندا ولاعب مانشستر يونايتد السابق ولاعب اياكس الحالي، برضو تعرض لنفس الموقف. وإيريكسون اللي هو خريج ايضا من اكاديميه اياكس مر بنفس الظروف. ان شاء الله باذن الله موقف ما يتكررش، لان هو بيبقى صعب جدا على كل المتابعين وعلى اللاعب اكيد نفسه وعلى اسرته وعلى عيلته والكلام من ده، لكن ان شاء الله باذن الله نتفادى مثل هذه المواقف، والاهم ان احنا نقدر نتعامل معها بالشكل الانسب. والف حمد لله على السلامه لإيريكسون. موقفه بقى ان هو يلحق او يقدر يلعب بعد كده او لا، كان في تصريحات اقولها لكم سريعا قبل ما اطلع الفاصل من طبيب توتنهام، واللي كان يعني بيتابع دايما حاله اللاعب لما كان اللاعب موجود في توتنهام لحد 2019، وكان في فحوصات طبيه دقيقه لكل اللاعبين بالمناسبه، وقال لغايه التوقيت ده كانت الامور بالنسبه له كويسه جدا، ما اعرفش بعد كده ايه اللي حصل، لكن خبر السعيد ان هو على قيد الحياه. الخبر المؤسف ان هو ربما ما يقدرش يلعب او يمارس كره القدم بشكل احترافي مجددا. هنشوف وان شاء الله نتمنى له كل الخير. هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نكمل فقرات الحلقه. يلا بينا. ابن حقيقي من ابناء النادي الاهلي تريزيجيه، انا عايز يا جماعه نشوف بس الفرق ما بين لاعب خرج من النادي الاهلي بشكل ممتاز وعن طريق النادي وبطريقه محترمه وبطريقه تليق بيه وبناديه، وازاي بيتم استقباله لما يجي يزور النادي، وازاي بيكون في حفاوه في الاستقبال ده لما بيجي يزور النادي، وما بين لاعب يخرج بشكل يعني في مشاكل كتير وفي عدم وضوح بشكل كبير جدا وبيتفي، بتلاقيه لوحده بيتفي كده، ما حدش بيسمع عنه حاجه، ما حدش بياخد باله من اخباره، ما حدش بيبقى مهتم اصلا باخباره عشان ياخد باله منها. فتريزيجيه ربنا يا رب يشفيه ويعافيه، عنده قطع في الرباط الصليبي واجرى جراحه وفي البرنامج التأهيلي بتاعه دلوقتي وماشي بشكل مميز جدا. النهارده كان في زياره مهمه لناديه اللي اتربى فيه النادي الاهلي، وكان حريص جدا ان هو يسلم على زملائه وعلى مسؤولي النادي وعلى الجهاز الفني، وكمان اجتمع بالكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي. فهنا الفرق ما بين اللاعب اللي بيحب الاهلي واللي خرج من النادي بشكل، لان الاهلي مش ما بيقفش قدام مستقبل اي حد خالص، لكن الاهلي بيبقى عايز ايه؟ بيبقى عايز ان انت تبقى واضح كده، تيجي معاه دغري. ما تقعدش بقى تلف وتدور واصله ومش اصله وبتاعه. لا يا عم خليك واضح. عايز تروح هنا روح، ما فيش مشكله، لكن ما تلعبش على مشاعر الجماهير، تطلع تقول انا مش هلعب في مصر غير للاهلي وانا مش عارف ايه، وفي الاخر تعمل حاجات عكس كده تماما يعني. فده لاعب يقدر، لاعب ليه شعبيه كبيره جدا ما بين جمهور النادي الاهلي، لان هو يستحق الشعبيه دي. الواحد ادى كتير للنادي الاهلي كمان قبل ما يحترف، جاب مع الاهلي بطولات، احرز اهداف كتير، ليه بصمات مميزه جدا. فهكذا يكون الاستقبال لواحد يستحق هذا الاستقبال وهو محمود حسن تريزيجيه. النهارده هو حضر المران، سلم على اللعيبه وكان ليه بعض الصور كمان معاهم، وكمان اجتمع مع الكابتن محمود الخطيب، والكابتن طبعا اطمن على حالته بشكل كبير جدا وعلى المرحله والبرنامج العلاجي الخاص بيه وموعد عودته للملاعب. دي كلها امور مهمه جدا. النهارده كمان تريزيجيه علق على زيارته للنادي الاهلي وعلى اجتماعه بالكابتن محمود الخطيب من خلال حسابه الرسمي على تويتر، نشر صوره مع الكابتن محمود الخطيب وكتب تعليق الاسطوره في اشاره لاجتماعه مع الكابتن محمود الخطيب. اكيد عندنا الصور دي لو ينفع نعرضها يا جماعه، لان برضو دي حاجات مهمه جدا. كمان استون فيلا ده الاول كده تريزيجيه، هو يعني عمل شير او عمل ريتويت للبوست اللي نزله الحساب الرسمي للنادي الاهلي على تويتر، اللي قال ان الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي حرص على الاطمئنان على محمود حسن تريزيجيه، وهو عمل ريتويت للبوست ده او للتويته دي وكتب الاسطوره يعني، وجنبها قلب في اشاره لتقديره وحبه واحترامه الكبير لاسطوره النادي الاهلي الكابتن محمود الخطيب. كمان استون فيلا علقوا على زياره تريزيجيه وقالوا ان نجمنا في زياره لنادي القرن. ده اللي كتبوه استون فيلا على حسابهم الرسمي على تويتر، بعد ما ايضا عملوا رتويت لحساب النادي الاهلي الرسمي اللي تخللوا بعض الصور للاعب داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. فحاجه مهمه جدا، وعرضنا كمان لحضراتكم لقطات من تواجد تريزيجيه داخل مقر النادي الاهلي النهارده عشان يطمن على النادي وعلى مسؤوليه وعلى اللعيبه وعلى الجهاز الفني. حاجه كويسه بصراحه. طيب ده تمر فيه التربيه، تمرت فيه بصراحه يعني، التربيه تمرت فيه.
خلينا كمان نروح لبعض الاخبار بتتعلق بفريق الاول لكره القدم النادي الاهلي. ده مهم جدا بالنسبه لنا، احنا عارفين العد التنازلي خلاص بدا لمباراه يوم السبت امام الترجي هناك في تونس. الاهلي عمل مسحه طبيه استعدادا لرحله تونس، الكلام ده كان النهارده الصبح، نتيجه المسحه تطلع كمان ساعات عشان يتم الاطمئنان بشكل كامل. هم كانوا عملوا مسحه قبل كده اول ما رجعوا التدريبات يوم الخميس، والنتيجه بتاعت اللاعبين كلها سلبيه، فده كان امر مهم جدا. وليد سليمان بيكتفي بجلسه في الجيم وبيخوض بعض التدريبات البدنيه في صاله الجيمنازيوم على هامش المران اللي يعني ابتدى فيه تمام الساعه 10 صباح اليوم. كابتن سعد عبد الحفيظ كمان مدير الكره اكد ان وليد سليمان يعاني من كدمه خفيفه في القدم، لكن الامور بالنسبه له مطمئنه وان شاء الله يسافر مع الفريق لتونس. طيب بدر بنون وصل خلاص القاهره وشارك وانتظم في التدريبات النهارده بعد انتهاء مشاركته مع منتخب المغرب للمحليين. هو عمل بعض التدريبات الخفيفه في الجيم على هامش المران، وطبعا بدر مهم جدا ولاعب مميز جدا، وعندي تعليق مهم قوي على بدر بس بعد الفصل اللي جاي، لان عندي تفاصيل قوي هقول كتير قوي هقولها لحضراتكم. ده فيما يتعلق ببدر بانون وهو جاهز طبعا للمباراه. طيب الفريق كمان راح بكره وهيسافر تونس الثلاث. البرنامج هيكون ازاي بالظبط؟ هم النهارده خلصوا التمرين، بكره ما فيش اي تدريبات خالص بالنسبه للعيبه. بعد بكره الساعه 10 الصبح اللي هو يوم الثلاث، الساعه 10 الصبح هيكون في مران بالنسبه للفريق، وبعديها هيتوجهوا مباشره لمطار القاهره الدولي عشان الطياره تتحرك في تمام الساعه 3 عصرا او الرابعه على اقصى تقدير، الطياره الخاصه بالنادي الاهلي في اتجاه للعاصمه تونس عشان يستعدوا بشكل نهائي لمباراه الترجي هناك من خلال التدريبات اللي هتكون في تونس. دي اهم وابرز الاخبار. بعد الفاصل بقى ما تروحش في اي حته، يعني خلص الفصل وتعالى عشان عندي تفاصيل وتوضيحات مهمة جدا بتتعلق ببعض اللاعبين داخل النادي الأهلي وكلام كتير أثير حولهم خلال الفترة الماضية وخلال الساعات السابقة. هقول لكم كل الأكيد بالشكل النهائي، بس استنونا بعد الفصل. طيب ركز معايا في الكام نقطة اللي هتكلم فيهم دول، لأن نقاط كلها مهمة جدا وبنأكد من خلالها على أمور عديدة جدا جدا. أول حاجة الكلام اللي طالع خلال الايام السابقه بخصوص ان في تفاوض ما بين الاهلي وبيراميدز بخصوص تبادل اللاعبين، او ان بيراميدز عايز مثلا لعيب او اثنين او ثلاثه من الاهلي والاهلي عايز ابراهيم عادل من بيراميدز وكلام من ده، الكلام ده يا جماعه غير صحيح بالمره. هتقولي لا ده في ناس بتاكد وفي ناس بتقول ان في فعلا تفاوض، انا بقول لك وباكد من خلال شاشه قناه النادي الاهلي، مش هطلع اقول حاجه هنا بالذات غير لما اكون متاكد منها مليون في الميه، مش 100%، مليون في الميه. هل في اي تواصل ما بين الاهلي وبيراميدز؟ لا، العلاقات مقطوعه. انا بجيب لك من الاخر، مفيش اي علاقه او اي شكل من اشكال التعاون ما بين بيراميدز والنادي الاهلي، او ما بين الاهلي وبيراميدز. الاهلي الاول طبعا، الاهلي تاريخ وفرق كبير يعني، ده رقم واحد. اي شكل من اشكال التعاون مش موجود. طب هل الاهلي قال لبيراميدز انا عايز ابراهيم حسن عادل؟ ما حصلش، الاهلي ما طلبش من بيراميدز ابراهيم عادل. طب هو بيراميدز بيعملوا كده ليه؟ يعني ليه الاخبار دي بتطلع؟ هم بيراميدز المسؤولين في بيراميدز مع كامل الاحترام والتقدير ليهم، هم عايزين يحطوا نفسهم في وضع المقارنه مع النادي الاهلي، وده كلام غير منطقي بصراحه يعني. يعني الاهلي في حته وبيراميدز في حته، الفرق كبير جدا ما بين الاهلي وما بين بيراميدز، فما تحاولش ان انت تقارن نفسك بالنادي الاهلي، ما تحاولش، لان مستحيل، من رابع المستحيلات كمان، مش مستحيل بس، انك تقارن نفسك باكبر نادي في الشرق الاوسط في افريقيا وبطل القرن. فانت عايز دايما تحط ايه؟ لا انتوا لو عايزين ابراهيم عادل احنا عايزين فلان وفلان وفلان، كلام غير منطقي. هو الاهلي اصلا ما عاشش ابراهيم عادل، ولا الاهلي اتكلم اصلا في ابراهيم، ولا حتى على المستوى الودي. انت ممكن تقول لي انت بتتكلم هنا بالشكل الرسمي، الخطابات الرسميه وكلام من ده، انا بقول لك كمان ولا حتى على المستوى الودي. وما الكلام بيطلع ده ايه؟ ما حصلش، ولا اصلا في اي تواصل ما بين، ممكن تقول لي اصل امير توفيق كلم مش عارف مين هناك، ما حصلش خالص. انا بقول لك تاكيد، ومش هقول حاجه هنا تاني غير لما اكون متاكد منها. فانت ما تحاولش تقارن نفسك بالنادي الاهلي، وما تحاولش ان انت تحط نفسك في صوره ان انت يعني علاقتك كويسه مع النادي الاهلي وان الامور طبيعيه. كلام لا، الكلام مش صح، ده مش حقيقي، وما فيش اي تعاون حتى هذه اللحظه وانا بتكلم معاكم ما بين الاهلي وبيراميدز في اي ملف من الملفات، ولا تبادل لعيبه ولا مش تبادل لعيبه. ادي رقم واحد. رقم اتنين، لو نفتكر دايما فترة من الفترات كان في لاعب محسوب على النادي الأهلي ولاعب للأهلي فترة،
وبيتكلم دايما بشكل سلبي عن النادي الاهلي، واحنا علقنا عليه تعليق شهير جدا جدا يعني الناس بتتكلم عليه لحد دلوقتي. فالراجل ده قبل اي فتره حاسمه في مشوار النادي الاهلي الافريقي يطلع يطلع لك ايه اخبار غير حقيقيه وغير منطقيه كمان. هدفه ايه؟ هو نفسه في ايه؟ انا براهنكم والله هو نفسه في ايه؟ نفسه ان الاهلي يخسر وان الناس اللي موجوده دلوقتي دي يعني ايه تقع، ويبقى شكلهم مثلا ان هم مش عارفين يديروا او ان هم مش عارفين يشتغلوا او كلام من ده. وده مش صح. ده معناه ايه؟ ان هو بيفكر في مصلحته هو بس، او بيفكر في مصالحه هو بس اللي هتكون من ورا اهدافه من ورا اخباره دي، وما بيفكرش في مصلحه النادي الاهلي اللي على حسب كلامه دايما بيقول ان هو اللي عاملني وهو. طب فين المفروض الكلام بالافعال يعني، مش تقول اي كلام وخلاص يعني. فاللاعب ده اتكلم في ايه؟ او هو اعلامي دلوقتي في قناه كده مش عارف اسمها ايه بصراحه، قال لك اصل الشناوي عايز يعدل عقده. يا راجل انت يا راجل قول كلام غير ده. ده شناوي لسه مجدد عقده في شهر ايه؟ عرضوا لنا يا جماعه الصوره الله يبارك لكم. ده مجدد عقده من كام شهر فاتوا، ومعدل عقده من كام شهر فاتوا. هو الاهلي هيعدل عقد اللاعب مرتين في اقل من 12 شهر؟ هل ده كلام منطقي؟ اهو الشناوي كان مين جنبه؟ ده سعد سمير صح؟ سعد سمير مع امير توفيق وهم بيعدلوا عقدهم او بيجددوا عقودهم، مش بيعدلوا. جدد ساعتها كام الشناوي؟ 5 سنين. هل من المنطقي ان الشناوي هيروح طالب دلوقتي يقول لك انا عايز لا اعدل عقدي؟ لا طبعا مش منطقي. لا الشناوي هيطلب كده ولا الاهلي هيعمل كده. الشناوي ده من اكتر اللعيبه اللي عندها تحمل كامل للمسؤوليه وعارفين ايه المطلوب منهم واجباتهم وكل حاجه ايه، وبيشتغل بقمه الاحترافيه مع النادي الاهلي. فده كلام الغرض منه ايه؟ ان انت دايما تحط الاهلي في موضع ضغط، ويبقى ان في مشاكل حوالين النادي، وفي لعيبه عايزه تمشي ولعيبه عايزه تعمل عقده، وده كلام مش حقيقي. وفي التوقيت ده غلط، وفي التوقيت ده اصلا يبان جدا ان انت ليك اهداف تانية. فانا مش هعلق تعليق اكتر من كده، مش هقول اسمك لان هو بيقعد يشتكي وحاجات كده يعني. فامور بصراحه غريبه. الحاجه الثانيه الناس بتتكلم في موضوع بدر بانون انه جاله عرض من النصر السعودي. ما حصلش ان جه اي عرض رسمي للنادي الاهلي لبدر بانون انه يمشي. طيب لو حصل الاهلي رافض تماما التخلي عن بدر بانون. ليه؟ لان هو لاعب بيتم بناء عليه خط الدفاع وماشي بشكل ممتاز جدا، واحد اللاعبين المهمين جدا بالنسبه للنادي الاهلي. واحنا عارفين النادي الاهلي دايما بيحب يحافظ على قوام الفريق، وبيحب ان هو يطور من نفسه ويدعم صفوفه بشكل اكبر، فمش هيمشي لاعب مهم من عنده. ده اصلا لو جه عرض من النصر السعودي، لكن بشكل رسمي ما حصلش اي عروض وصلت النادي الاهلي، لا بخصوص بدر بانون ولا بخصوص اي لاعب من اللاعبين. وانا اللي بقول لحضراتكم ده معلومات كلها مؤكده بنسبه 1000000% زي ما قلت لكم، مش 100%. ده فيما يتعلق كمان بايه؟ بدر بانون. ده جزئيه مهمه جدا، ما سمعتكوش يا جماعه اللي كنتوا بتقولوا لي حاجه. طيب النقطه الثانيه وهو بخصوص موضوع كهرباء. كهربا وان الكلام ان كهربا هيكمل مش هيكمل مع النادي الاهلي، الامور بالنسبه له ايه؟ كهربا موجود مع النادي الاهلي، لاعب مهم بالنسبه للفريق، هيتم الاعتماد عليه طبقا للرؤيه الفنيه لموسيماني خلال الفتره اللي جايه على حسب تطوره في التدريبات. الراجل ماشي بشكل ممتاز، شفنا دعم الكابتن محمود الخطيب والجهاز الفني ليه، والتعامل اللي بشكل معنوي مميز جدا مع اللاعب. كهربا لو جاب مستواه هيفرق معانا كتير جدا جدا، لان هو لاعب موهوب. فاللي بيتكلم على رحيل كهربا اخر موسم ده كلام مش في توقيته. اللاعب متمسك جدا، ودي برضو معلومه، ان هو يكمل في النادي الاهلي، والاهلي متمسك باللاعب ومنتظر منه الكتير، لان هو لسه ما قدمش حاجه للنادي. فبرضو دي حاجه من ضمن الحاجات اللي انا حبيت اتكلم معاكم فيها. الصوره بتاعت امير توفيق وتريزيجيه، وهنا تبان العلاقه القويه ما بين مسؤولي النادي الاهلي، وشفنا برضو بعض الصور مع بعض المسؤولين في النادي الاهلي يعني، كابتن محمود الخطيب وكلام من ده، باين لك العلاقه كويسه مع اي لاعب محترم. كل اللعيبه طبعا محترمه وكل حاجه، بس قصدي اي لاعب يخرج من النادي الاهلي بشكل مميز الامور بتبقى كويسه ازاي. دي بعض الامور اللي حبيت اتكلم فيها مع حضراتكم، وحبيت اعلق فيها بشكل مؤكد، لان ده دورنا تجاه جمهور النادي الاهلي ان احنا نوضح لهم كل الحقائق اللي بتتعلق بالنادي ككل بشكل عام. هروح لفاصل سريع، وبعد الفاصل نرجع ناخد اخر فقرات حلقه الترند النهارده. يلا بينا. اهلا بحضراتكم من جديد. خلينا ناخد تفاعل جمهور النادي الاهلي على سؤال الحلقه النهارده. هو كان بيتعلق بكريستيان إريكسون لاعب منتخب الدنمارك، وكان سؤال الحلقه عباره عن كيف تابعت مشهد انقاذ حياه إريكسون
في مباراه الامس ومن خلال ارضيه الملعب. نبتدي بايه دياب واللي قالت مشهد صعب بالتاكيد تلقائي وغصب عنك تستعيد شريط حادث عبد الوهاب الله يرحمه. الله يرحمه طبعا كان برضو حادث مأساوي وحاجة كانت صعبة جدا، توفى خلال إحدى التدريبات للنادي الأهلي في 2006. كان الله في عون من شاهد الحدث على أرض الملعب. نورة الحكيم برضو بتقول من أصعب المشاهد اللي ممكن تمر علينا ورجع شريط وفاة محمد عبد الوهاب أمامنا في لحظة. طيب كمان الهبة الأهلوية قالت تذكرت الغالي الله يرحمه محمد عبد الوهاب وقرأت له الفاتحة ربنا يرحمه ويغفر ليه ويسكنه في سيح جناته يا رب أمين بإذن الله. حازم مرعي قال فكرنا بالغالي محمد عبد الوهاب، ويمكن ده كان نصيب محمد عبد الوهاب إن هو الناس تدعي له بصراحة، لأن جمهور النادي الأهلي مرتبط بيه قوي قوي في الحقيقة، وكان أحد اللاعبين الممتازين على المستوى الخلقي والفني وكل حاجة بصراحة. محمد الحادي تذكرنا على الفورم مشهد رحمة الله عليه محمد عبد الوهاب، نفس الكلام مازن محمود، والكل يعني أجمع على أن أول مشهد جه في ذهن الجماهير هو مشهد وفاة محمد عبد الوهاب الله يرحمه. طيب دي كانت حلقتنا النهاردة من الترند، وده كمان كان تفاعل حضراتكم معنا. ليس لدينا المزيد، وغدا كل الجديد في حلقة جديدة من نفس البرنامج. استنونا، إلى اللقاء.